إبراهيم فارس، العمر 24 سنة، شغال دهين سيارات، سكان أبو علندا، علي 2 مخدرات و2 سرقة، 1 تهجم و2 إذاء. يعني المدة الزمنية اللي قضيتها بالسجن عدت 1.5 سنة من ضمن الأربع حبسة. هو كل اللي حصل، يعني الحوار اللي بينه وبينه إنه بس أنا أخذت ماتش بوكسات، يعني بس مشاجرة بينه وبينه، يعني هي بينه وبينه المشكلة، يعني ما له من دخل إخواني. فهنا جارنا نزل شكى علينا، فإحنا ما بنطلع إلا ما أخفر النصر كان جاي عنا على البيت. فبطبلوا يعني طلبونا بالأسامي كل واحد من إخواني وهيك، وسحبنا حالنا ونزلنا. طب شو الشك وشو هذا؟ ما فهمناش غير في المركز. فلما وصلنا المركز بيقولوا شك عليك وسلب مشروع واداء، وانه ماخذين منه مصاري ومش مصاري. هسه الحقيقه فيش منه هذا الحكي كله. هسه كنت شغال انا وكنت اتعاطى عادي. يوم من الايام شغال على شارع الحزام عند المعلم اللي كنت اشتغل معه، طبعا تبع مسلخ خضاف مش دهين. سواء مروح كنت بتعاطى المادة المخدر اللي هي ايش؟ الحشيش. فالدورية بتصف، بقيت احكي تلفون الدورية فجأة بتصف جنبي، والله يا شب هويتك طلعت زي هيك عادي، يعني دولي. طلت الهوية قلت تفضل، قال لي مطلوب، قلت له لا. هسا هان لما دق علي طلعت مطلوب، هسا هان اخذني هو. هان انا نازل على اساس انه عادي كف طلبه هيك. هسا جبال لما فتنا المركز وهيك فتشوني، طلت باكتين الدخان اللي كان معاي، وطلت القداح وطلت التلفون وطلت كل شيء حطيتهم قدامي. بفتح حانه باكيت الدخان بلاقي فيه حشيش. في الثالثة سرقة محتويات، انه باص جملة زي هيك او مثلا ثلاجة بالاحرى، فاضيين اشغال بقينا بس ما كنا اكل يعني. فهنا طلعتنا انا واثنين اصحاب الي، فوصلنا وادي الرمام. هم زرعوا هالفكرة في اللي انا بعرفهاش اصلا هي كلها الفكرة. فبقول لهم كيف نجيب مصاري؟ مش كيف نجيب مصاري، شو رايك مثلا نطلع الثلاجات او ننزل على وادي الرمام، مثلا في ثلاجة بتبقى صافية فيها مثلا شيبس شوكولاتة وعصير ومن الحكي ها. قلت لهم طب شو الناتج تاعها؟ لا بقول هاي ناخذها بنبيعها لفلان من الناس. فلما اخذناه وطلعنا نص طلعه الا صاحب الديانه نفسه شافنا. فلما شافنا احنا هنا طبعا اضطرنا نزيد كل شيء ونشره. صار يقول حرامي حرامي، طبعا الجمهور التام. لما بعبطوني بمسكون. طلعت مرتين طول حياتي، مرتين اللي سرقت فيهن يعني بس، وفاشل بالسرقة يعني حتى مش ناجح فيها. الرابعة كنت زي ما تقولي فاصل في الشخصية وهيك. أخذت باص أبوي المدرسة فأخذته وغليته فيه، بس أنا فاقد وعي طبعا مش عارف شو بقيت أسوي أثناء الصباح. هسا وانا نازل وهيك لقيت ولدين صغار يلموا بلاستيك ومش بلاستيك وهيك. هسا زي ما تقول انه كيف اشتغلت الحنية فيي، فبدي احملهم معي اوديهم اقرب محل خردة. بس هسا انا فاصم شخصية بقيت. فانا لما حملتهم معي وهيك طلعوا الاثنين هذول سرقين منهل. فانا لما هم اثنين سرقين وهيك عادي حملتهم في الباص غافل لك الله. ضليتنا رايح الا الولد ايش؟ اول دوار النصر، الثاني اللي بقول لعمو نزلناها عمو نزلناها. هسا انا مدرج انه معي اولاد ومعي هذا، بس بنفس الوقت ما بعرف شو بصير ولا بعرف الواقع اللي حوالي. هسا انا انحبسه. بس اول ما ينمسك بديش اقول لك انه في السجن بالنظاره، مشان الله اذا دموع مش زي البحر بفهمش انا، لان انا شفتهم جوا. هسه انا بالرغم اول مره بقول لك بحر دموع اشتغل،
مشان الله يا ما مشان الله يابا. اي شخص شو ما كان جبار شو ما كان جريء جوا بيختلف، ما فيها بطولات. وبالرغم كنت احكي زي الدجالين وانا مولع معاي انا، وانا اتذكر اهلي واتذكر قصص مثلا برا وهيك، افوت مثلا بعيد عنك على الدشات افشلح كله وعيد اتحمم خلص اصير عيط مع المي. لما روحت من السجن فحبيت ان ارسم اهداف حلوه لوالدتي، وهو بكفيها وبكفي يعني بكفيني وبكفيها بالاحرى، انه تعبتها معي مطاردات يعني كفلات شعتلتها لحالها كانت حكايه، فانا اجباري ان نصحتها حالي عشان مين عشان